دوري محترفين راح اشوف سنه على سنه الدوري يرتقي. يعني اذا حسب يعني الروز نامت الاتحاد، الاتحاد الموسم القادم تقل الفرق، راح اشوف سنه على سنه لما نوصل أثر. طبعا اكيد لما نوصل ل 16 فريق راح اشوف مستوى دورينا مستوى جدا عالي مع تقليص الفرق. انت طبعا اكيد لانه انت لما 16 فريق بدور المحترفين راح اشوف نوعيه لاعبين جيده، نوعيه مدربين جيده، نوعيه ملاعب جيده، المباريات الجماهيريه راح تكون دوره ممتاز جيد مستوى عالي. صح. فاحنا مع ارتقاء اللاعب وارتقاء المدرب، لكن احنا لما تتكلم على المدرب المحلي، انا الان كابتن كاساس مدرب منتخب العراق لسنتين مضت، لحد الان ما شفته يعني. وهذا دور الاتحاد واللجنه الفنيه ما عمل ورشه فنيه للمدربين الدوري المحترفين. صح. او دور ممتاز حتى مدرب حراس نحتاج، حتى الكادر التدريبي مالك. نحتاج نعرف فلسفه كاساس للسنوات القادمه. صح. نحتاج بشنو احنا كمدربين نحتاج نعرف شنو يفكر حتى نساعده بالعمليه التدريبيه داخل النادي، لانه هاي كلها صب بمصلحه مستوى اللاعب. نحتاج انا يعني ليش اجيب المدرب يدرب فقط، اجيب مدرب يعمل حتى ورش فنيه للمدربين للتطوير، وحتى نعرف طريقة تفكير المدرب الأجنبي شنو طريقة تفكيره حتى نقدر نساعده، ونعرف فلسفته شنو السنوات القادمة، حتى احنا لما نطلع بالإعلام نعرف شنو اللي نتكلم به. ما يصير احنا يعني المدرب يجي مو بس كابتن كاسا، كل المدربين الأجانب اللي جوا العراق مجرد المدرب يشتغل يعني اذا تجمع كم ساعة بالشهر وخلاص هاي ويطلع. لا انا جاي اعطيه اموال لازم استفاد من عده، فنيا استفاد اطور المدربين، ورش مثل ما موجودة بدول الخليج ورش مستمرة نستفاد من خبراتهم. اكيد راح لما تكون العملية مستمرة بهكذا شيء راح الدوري يرتقي، بالاضافة الى حتى مدرب المعايشات المدربين. اتحاد لا ليغا مسؤولة على هذا الشيء، لازم تعمل روزنامة وتبعث مدربين خلنا نستفاد، احنا نريد نتعلم، لازم نستفاد من هذا الشيء. واتحاد التقادر وعندك يعني وضعك جيد، واللا ليغا عندها يعني عندها انديه دوري اسبانيا كله، تقدر كل فتره تبعث لك مجموعه مدربين يستفادون ويتطورون ويستفادون من الخبرات. تمام. وهذا عمل مهم جدا.